النهاردة أربع فقرات، كل فقرة منهم بتتكلم عن إن الله بيتكلم للإنسان، والموضوع ده عمل إذهال لداود، يعني كرر تقريبا نفس العبارة. طبعا في فروقات، معنا ناخد كل عبارة في حتة، لكن تقريبا نفس المعنى كرر أربع مرات. أول مرة روح الرب تكلم بي، نمرة اثنين وكلمته على لساني، نمرة ثلاثة قال إله إسرائيل إلي، نمرة أربعة تكلم صخرة إسرائيل. ده إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ما كفاية مرة واحدة، مرة واحدة ممكن تجيب المعنى، بس مرة واحدة مش هتوري زي داود مذهول. داود مذهول مش قادر يصدق، داود مش قادر يصدق الحقيقة دي. ايه الحقيقة دي؟ انه الروح القدس بيتكلم مش بس ليه، وبيستخدمه ويخليه هو يتكلم. مذهول داود، مذهول يلاقي نفسه بيقول ترنيمة تطلع ترنيمة مليانة معاني وتساعده جدا في حياته وتشجعه جدا وتخليه يتهلل جدا ويفرح جدا. انا الترنيمه دي جبتها من فين؟ ما حدش علمها له، ما حدش جنب واحد كده قال له الترنيم يبتدي بكذا وبتدي نظامه كذا فاكتشف داود انه ده كلام من الروح القدس. روح الرب تكلم بي. طب وانا مين انا؟ لاحظوا ان هنا داود كان في نهايه حياته، وحياه داود ما هيش كانت الحياه اللذيذه، يعني مش بس في المتاعب وفي الغلط، داود غلط، غلط كتير، وغلطاته الصغيره كتير قوي، لكن غلطاته الكبيره حاجه ضخمه اللي تعاقب عليه، يعني غلطتين الكبار تعاقب عليهم. ومذهول داود انه الرب قدر يغطي كل الغلط بتاعه وكل الضعف بتاعه وكل القدرات الضعيفة بتاعته. كيف أن روح الله يتكلم بي؟ إزاي؟ هما الحقيقة خطوتين على الإنسان الباقي على ربنا. خطوتين على الإنسان دول بساط صغيرين، بس خطوة بسيطة خالص يعني، وإن كان فيها صعوبات كثيرة. خطوة تانية تحتاج لجهاد كبير، وإن كان الرب يعين الإنسان أنه ينتصر ويتغلب في هذا الجهاد، عشان يقدر يستمتع الإنسان أن روح الرب تكلم به. الخطوة الأولى هي اتحاد الإنسان بالروح. الاتحاد ده يتم إزاي؟ هل هذا الاتحاد هو مثلا اتفاق بين الله والإنسان؟ ممكن يتقال عليه كده، لكن الرب ما سموهوش التسمية دي. الرب في العهد الجديد قال إيه؟ قال المولود من الجسد جسد هو. عشان كده الإنسان بمرتبط جسديا بأصله بذاته بجدوده بفصله في ارتباط معين، وحتى عادات الشعوب بتتكرر، بياخد من جدوده، ياخد من أصوله. العلاقة بالروح بنفس هذه القوة. ازاي نفس هذه القوة؟ لأن المولود من الجسد جسد هو. المولود من ايه؟ مش اتفاق، تعال اكتب عقد يا عمي، انفعش. المولود من الجسد جسد هو. كملوا معايا بقى، والمولود من الروح هو روح. يبقى عشان تبقى انت شخص ليك علاقة بالروح، دي الخطوة الأولى مش الأخيرة، عشان يبقى ليك علاقة بالروح لازم تتولد من الروح. لا يشاء الله أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. التوبة هي الولادة الجديدة، هي الإيمان، كل ده يؤدي للخلاص. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى التوبة تؤدي للخلاص، فالتوبة هي الخلاص، والخلاص هو التوبة، والإيمان
من يؤمن له حياة أبدية. هو التوبة، هو الخلاص، كل دي مسميات تفصل لنا حالات معينة في حياتنا تؤدي إلى الخلاص، تؤدي إلى الولادة من الروح. طب إيه اللي بيحصل؟ واحد بيبقى بيقرب 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 في قوة أخرى أيضا، كما أن الله مثلث الأقانيم، في قوة مثلثة أخرى تمنع الإنسان في الاقتراب. تلاقي ريح تهب ضده كده، ارجع ارجع ارجع. ايه الريح دي؟ يرأسها الشيطان طبعا، ويستخدم فيها بندين مهمين جدا، بند جواك وبند براك. ايه البند اللي جوا؟ الجسد، المولود من الجسد. ايه؟ جسد هو، جسد هو. يعني انا اقول لربنا انا خاطي، ده انا ابن حلال قوي، كيف انا خاطي؟ ما يجيش ما يجيش، دي قوة داخل الإنسان. يعني أنا أخسر كل المكاسب اللي عملتها في دنيتي مع الشيطان ومع العالم، أخسرها كلها وأجي كده عريان لربنا أقول له أنا خاطي؟ ما ينفعش. لن تولد من فوق، لن تولد من فوق، لن تولد. دي قوة تمنع الإنسان أنه يكمل السكة. يجي لا ما حصلش، أنا ما اتولدتش لسه. كارثة، كارثة يا أحبائي، كارثة أن إنسان يصل إلى القبر وهو غير مولود، كارثة. القوة الثانية مش بس الجسد، العالم 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 يساوي كام بليون؟ طبعا مش بالبلايين. في ايه اكتر من بلين؟ حد عنده فكرة ايه اكتر من بلين؟ حاجة اسمها تريليون، انا سمعت انا ولا تريليون ما اعرفش اسمه ايه. تريليون تريليون تريليون، من يشرب من هذا الماء يعطش. خد فلوس تلاقيك هتتجنن على الفلوس، هتتجنن على الفلوس، تبقى انت غني وكل همك تغنى اكتر. طب وبعدين هيروح ده فين؟ هذا الذي أعددتها لمن تكون، تروح فين دي؟ ما أنت ميت، ميت. أنا مش حاطب في بالي الحكاية دي، أنت ميت وأنا ميت وكل العالم إلى الموت. قوة العالم رهيبة، أخطبوط يمسك الناس مش بس في المال والسلطة والشهوة والشهرة والنجاسة خمرات والزنا وبيوت الدعارة والقمار والمكان. ايه ده؟ ايه ده؟ اخطبوط اخطبوط، وجواك الجسد ميال والله الاخطبوط ده. وفي الاخر انت هتموت وانا هموت، لان الجسد دي للزوال، جسد ما قدرش يعيش، ومع ذلك الجسد لازم يتمتع والعالم يغويه. وتلاقي بقى التيارات دي تروح صاد الإنسان، لا استنى شوي، بلاش تولد من الروح دلوقتي، بلاش تقبل خلاص المسيح دلوقتي، بلاش تقبل الحياة الأبدية دلوقتي. كل من يؤمن بالابن له حياة أبدية، ومن لا يؤمن يمكث عليه غضب الله. أول خطوة، أول خطوة عشان تقدر تفرح وتبتهج وتقول ولدت من الروح. هل هذا حدث لك ولا لا؟ اوعى تقول لي ما اعرفش، او لو قلت ما اعرفش يبقى انت ما حصلش، لانه روح الله يقول كده الكتاب، دي ايه في الكتاب، يشهد لنا اننا اولاد الله. طبعا مش بالوهم، الواحد يوهم نفسه، انت تبقى كذاب وعارف نفسك انك كذاب، لكن روح الله يشهد في داخلنا، يشهد لنا جوانا كده أنا أولاد الله. لكن هذه الخطوة الأساسية ليست هي الخطوة النهائية، هي الأولى، الأساسية الأولى. بعد كده بقى في خطوات كتير جدا لا يمكن حصرها أو عدها، ولا يمكن نهايتها. يعني ما تقدرش تقول أنا إيه وصلت، حاجة عجيبة، ما تقدرش أنا وصلت أبدا أبدا أبدا. فيش إلا وصل واحد بس، هو وصل في السماء وواصل في الأرض، لأن ليس فيه خطية، يسوع المسيح بس.
هنا داود ما قدرش يقول أنا وصلت وما وصلش، هو ما قالش أنا وصلت، يقول إيه؟ بيقول روح الرب تكلم بي. هو مذهول، ليه روح الرب تكلم بي؟ ده معناه أنا ما وصلش. طبعا ما وصلش، وصل ليه؟ وصل للكمال. ليس أحد كامل إلا واحد وهو الله. عمر ما ربنا هيتكلم بيك ولا يستخدمك ولا يباركك ولا تسمع كلمة من فمه إن كان كل اكتفاءك أنك خلصت. والحمد لله أني خلصت، خلاص خلاص أعيش دنيتي، أعيش حالي، أشوف أمور. يعني إيه؟ يعني أمشي أحوالي بفكري، أوزن الأمور بعقلي، أنا عاقل، أشوف مصلحتي فين. إيه مصلحتك دي؟ مصلحتي، مصلحة عيالي، مصلحتي الجسدية، مصلحتي الصحية، مصلحتي التأمينية، مصلحتي المعيشية، مصلحتي الأسرية، أشوف مصلحتي وأعيشها. عمرك ما هيحصل لك اللي حصل لداود وتيجي تقول روح الرب يتكلم بي. هيتكلم ليك إزاي ويتكلم بيك إزاي؟ أنت مش روحي. المولود من الجسد جسد، هو المولود من الروح ايه؟ هو روح. لازم تكمل السكة دي يا اخوي، لازم تكملها يا اختي، سكة الروح دي. تعال بقى الروح بقى، روح يقول لك سيبك من كلام العجلين دول، ده كلام سيدانوا عليه، لان بيحطوا حاجات كده مقصود بيها حاجة ومش مقصود بيها حاجات، لف ودور كلها ايه، لف ودوران، ما تنفعش ما تنفعش كلام ده. تعال بقى للروح، من الذي يسود على افكارك؟ مصلحتك الشخصية الذاتية أم إرادة الله في حياتك؟ مش أنت روح؟ مش أنت مولود من الروح؟ مين أبوك؟ الروح القدس. الروح القدس مش مولود؟ مولود من الروح، يبقى مين أبوك؟ الروح القدس. مين اللي ولدك؟ الروح القدس. خلاص، يبقى مش مصلحتك مصلحة أبوك وأمك، ولا مصلحة عيالك، مصلحتك هي مصلحة الروح القدس. فينبغي أن إرادتك تخضع لله، خضوع كامل لله. أول ما ولد من الروح في أول لحظة كم قال له يا رب ماذا تريد مني أنا أفعل؟ فهمها، مش لنفسه ولا بإرادته ولا بمخه ولا عارف يعمل حاجة خالص. قال اللي عملته له كله كله غلط. بولس الرسول، شاول الترسوسي، كله غلط. ده انا عشت حياه كلها عفن عفن، وانا فاكر نفسي بخدم ربنا، كلها عفن، احسب كل شيء نفايه من اجل فضل معرفه المسيح يسوع ربي. قول لي اعمل ايه يا رب؟ انت عايز مني اعمل ايه؟ انت ولدتني من الروح، بقيت انا روح دلوقتي، انت قلت كده، كل من يولد من الروح فهو روح. اعمل ايه؟ ربنا بس اختبره 3 ايام كده، قضاهم في صوم وصلاه، ده اللي عمله، لا كل ولا شرب ولا نام. في الآخر قال له بقى عليك تعمل إيه؟ أنت إناء مختار تحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. يلا تعمد واطلع اشتغل. تعمد وطلع يبشر في دمشق أولا، بعد الراحة العربية، بعد أن وصل لكل العالم اللي ربنا أرسله إليه. ما فيش حتة ربنا أرسله ليها إلا راح. حتى بعض الحتة كان يمنع يروح، كانش يروح، خلاص ربنا مش عايز، استنى يجي الأمر يتحرك. ده اللي المفروض يحصل لك أيها المولود بالروح، إنك تتحرك ليس بقوة عقلك المفكر، ولا بقوة مصلحتك الاجتماعية، ولا بقوة إرادتك الشخصية، ولا أردت العيلة ولا الفوتنج عليها ولا الناس كلها بتقول كده، المجتمع كله، كل ده ملوش لازمة، كل ده ملوش لازمة، كل ده حينما يظهر الله يختفي كل هذا، بل يخزى كل هذا، يخزى كل هذا. تصور الله لما يجي كل المجتمعات اللي موجودة في الدنيا كلها إلى الخزي والعار. يا أحبائي، إن كنت تريد أنك تعيش كمولود من الله، كابن لله، تعلم أن أنت ليست لك إرادة حرة ذاتية، مالكش مخ ذاتي شخصي. تتخيل كده؟ ما عندكش مخ. أنا أقول لنفسي ما تزعلش مني، أنا ما عنديش مخ. ليه؟ مكتوب لي أنا وليك أنت كمان،
مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يبقى فكر يكون أسير ولا مش أسير؟ أسير لمين؟ أسير لطاعة المسيح. مخي ومخك، ما عنديش إرادة شخصية لي أنا أعمل اللي أنا عايزه، لأ لأ، ولا أنت عندك كابن لله، لأن احنا بنرنم من قلوبنا سد يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. ده اللي حصل مع داود جزئيا. داود مش من العروسة، من أصدقاء العريس، لكن حصل معاه كده جزئيا كم وكم العروسة. عشان كده يقول روح الرب تكلم بي، الرب استخدمني. ايه ده مزمور 51 ده انا ما ولا كان في فكري خالص، بصيت لقيت الكلام طالع من جوه والنغمه حتى طالعه من جوه، وطلع لحن جميل ملحن، وكل الترانيم اللي قلتها ولحنتها كل ده عمل الله فيا. الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تفعلوا من اجل المسرة. الجزء الاخير بقى والثالث في خدمتنا، ايه البركه اللي بياخدها الانسان اللي بيحارب الحرب الروحيه والجهاد الروحي وبينتصر فيه؟ طبعا ما فيش انتصار 100% ولا في بولس الرسول، لكن ممكن يوصل انتصار درجات فوق 90. انا ما اعرفش كام، انا اعرف فوق مين اكتر واحد انتصر في حياته الروحيه. ربما تكون مريم العذراء، ربما تكون بولس، ربما تكون انت. ايه المشكله؟ ما تحسش نفسك صغير، ربنا فتحها للكل. جاهد جاهد، اكتر واحد هيكون عن يمين المسيح فوق وعن يسار المسيح. ايه البركات بقى اللي بناخدها لما ننتصر في هذا الجهاد الروحي؟ ده اللي هو هناخد اربع مقاطع بتوع داود واحده ورا واحده بسرعه هناخدهم. روح الرب تكلم بي، تلاقي روح الله بي بيطلع من جواك، بيتكلم من جواك. مثال ذلك سخيف ومقرف لكن يبين الحتة دي. لما المسيح عبر لكرة الجدارين وقابله المجنون كرة الجدارين، يقول له أتيت قبل الوقت لتعذبنا، ما لنا ولك يا يسوع الناصري أتيت قبل الوقت لتعذبنا. مين اللي بيتكلم؟ الشياطين اللي جوه. المجنون مش جامع، هم مجنونين في انجيل متى، لكن اللي بيتكلم ده بيتكلم. عشان كده ما اسمك؟ قال له لجيون. مين لجيون ده؟ ده الجيش اللي جوه، جيش الشياطين اللي جوه. فمين اللي بيتكلم في المجنون؟ الشياطين. عشان كده قالوا له ايه؟ اذن ان احنا نروح لقاطيع الخنازير. اذن القاطيع الخنازير كله، المجنون اللي دخل فيهم ولا الشياطين؟ الشياطين اللي دخل، المجنون خلص. فمين اللي بيتكلم جوه المجنون؟ الشياطين. نفس الحكاية فيك يا مؤمن، مين اللي بيتكلم جواك؟ الرب. وانت مذهول، ايه ده الكلام بيطلع من ربنا؟ روح الرب تكلم بي. ده ايه العجب ده؟ ده ايه العجب ده؟ انا الانسان الخاطئ المسكين اللي كل شوية عايز اغتسل بدمك يا رب، اجي لك كل غسلني طهرني بزوف اطهر، بتتكلم بيه؟ اكون في مناقشة كده مشعدلة وتديني كلمتين تطفى الحريقة وتثمر لمجدك ولاقي اسمك يتمجد، مشكلة كده معقدة ملاش حل تروح ترشدني للحل؟ ايه ده؟ روح الرب تكلم بيه. ده ايه الثمر الصالح اللي نازل مني ده؟ كل شوية اقطر ثمر صالح. هتستغرب انت على نفسك، هتستغرب على نفسك لما تلاقي كده. مش هتقول ده انا اللي عملت ابدا، هتقول يا رب العز ده اللي انا فيه، ايه العز اللي انا فيه ده؟ روح ربي تكلم بي. يا سلام، حياة جميلة جدا، حياة جميلة جدا. قال عنها بولس الرسول انا ما انا بل ايه؟ نعمة الله العاملة ما أنا ولا حاجة، ده شغل ربنا. الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. تسر ربنا، الرب مسرور بيك يا إنسان، الرب فرحان بيك. ليه؟ لأنك أخضعت فكرك له،
أخضعت إرادتك له، اتعجنت بيه بعد ما اتولدت منه وصرت روح، صرت روح أمين، روح صادق أمين للرب، خاضع للرب. روح الرب تكلم بي. يقول المقطع التاني شبه تشابه كبير، أربع مقاطع بس كل مقطع ليه حلاوة خاصة. المقطع التاني يقول داود إيه؟ وكلمته على لساني، وكلمته على لساني. إيه وكلمته على لساني؟ تاني حتتين. أولا إن لسانك ما بقاش يعرف ينطق كلمة إلا كلام ربنا. كل ما كان نافعا للبنيان كي يعطي نعمة للسامعين، ده كلام ربنا على لسانك أنت يا من اختبرت اختبار الولادة الجديدة والتقديس والتكريس وامتلأت بالروح فصرت خاضعا للمسيح ومنقاد بالروح القدس. كلمة الله على لسانك وكلمته على لساني، ده المعنى الأول. المعنى الثاني بيحدث بينا أحيانا واحد يختار ترنيمة في اجتماع معين، احنا اجتماعاتنا بعد الظهر بنسيب فرصة اختيار الترنيمة، وأحيانا الصبح واحد يختار الترنيمة يقول له ده كانت على لساني أو أنا كنت مطلعها، الاثنين واحد. كانت على لساني يعني أنا كنت هقولها، ويجي الرب كده في حادثة معينة وانت متحير وفي كلمة على لسانك تقولها، يروح قايل لك نفس الكلمة، يا على لساني الكلمة دي يا رب، انت علمتاني قبل كده، علمتاني قبل كده. فيبقى بينك وبين الله اتصال، شركة تليفون جوه، على لساني قول اللي على لسانك يا اخويا، ما انت اللي على لساني انا اديتهولك لانك انت سلمت لي لسانك، بقى لسانك طاهر بيا، بقى لسانك مقدس فيا، فاللي على لسانك قوله لانه من عند الرب، وتتعلم العلمة الجميلة دي وتستريح وتتأكد وتفرح ان الله مسك لسانك. عارف لما الله يمسك لسانك يتم فيك القول ايه؟ إن من يلجم لسانه هو إنسان كامل قادر أن يلجم الجسد أيضا. وصلت للدرجة قالها بولس، نتكلم بحكمة بين الكاملين. لسانك تلجم يا حبيبي، بقيت كامل. روح الرب يتكلم بي، روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. المقطع الثالث، قال إله إسرائيل إلي. شوفوا المسافة الكبيرة كيف، إله إسرائيل وأنا رح كلمني، كل المسافة دي قطعت يا ربنا، أي كلمني أنا. قال إله إسرائيل إلي، قال لك إيه؟ كلام كتير خالص مش جاي له هنا داود. قال إله، يكلم عن ذكرياته في آخر حياته، كلمه كلام كتير خالص. مثلا احنا خدنا الكلام اللي قاله له وقت الأسر والدب، خدناها قبل كده. ناخد حاجة تاني، جليات، جليات دي سهلة، جليات دي سهلة. الرب قال له ده مجنون يا داود، بيعيرني أنا ومفيش راجل في إسرائيل واقف له، مفيش راجل واقف له، منهم اخواتك الثلاثة ومنهم شاول ومنهم قائد الجيش ابنير، ما حدش واقف له. ايه ده؟ اتجنن داود. ايه ده؟ قال إله إسرائيل إلي. ايه مين المجنون ده اللي بيعاير إله إسرائيل؟ مش عارف مين إله إسرائيل. بس راح دخل المعركة، خمس زلطات والمقلاع اللي في ايده وعصاية عشان ينرفز جليان، انتصر في المعركة. المعارك لما بتاخد يوم بتبقى معارك رهيبه، ما خدتش يوم، خدت خمس دقائق، خلاص خلص بقى، انتهت. قال إله إسرائيل إلي، من هذا الأخلف؟ من هذا الأخلف؟ ودخلت المعركة يا رب، لك المجد يا رب، لك المجد، قيادتك لي في كل المعارك. الله الذي أنقذني من كل ضيقتي، قالها كده داود في آخر أيامه البشبع وبيحرق، قال لها ربنا أنقذني كل حاجة، حملك ابنك سليمان النهاردة وملكه فعلا. قال إله
إسرائيل إليه. آخر مقطع، تكلم صخرة إسرائيل. من هو الله؟ هو الصخر الكامل صنيعه، ليس صخرة سوى إلى هنا. هو في كم صخرة في العالم؟ واحدة بس. الرجل العاقل يبني بيته عليه على الصخر. مين الصخر ده؟ على الله. تبقى أنت عاقل، عاقل لما تعمل كده. أنت عاقل لما تولد من الروح، لأن ده متروك لك أنت، ربي يتقدم للكل، زراعة الرب ممدودة للجميع. التفت إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، تعالى اخلص. ما خلصش أنت المذنب تبقى جاهل مجنون، لم تقبل الخلاص وراح طريق الموت. بعدين تبني حياتك على الصخر. الصخر ده أساس، وحجر الزاوية هو اللي فيه البناء كله مركبا. شخص المسيح هو أساس حياتك، وهو بنيان حياتك، بنيان كلامك، بنيان أفكارك، بنيان مشاريعك، بنيان مستقبلك. هو اللي بناك في ماضيك يبنيك إلى المستقبل، إلى أن تصل إليه. مش عمارة كيلو ولا شوية، لكن تصل إلى السماء، لأن المسيح هو السلم المنصوب بين الأرض والسماء، وملائكة الله يصعدون وينزلون على هذا السلم، وده هو الطريق الوحيد للسماء. اطلع على سلم المسيح بالسلوك المقدس خلف يسوع، تولد من الروح، تسلك بالروح، تصل إلى السماء، وهناك يستقبلك المسيح بهذه الكلمات: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أدخل حتة داخلة يا حبيبي، أدخل إلى فرح سيدك، فرح سيدك بنعمة الله نشوفه قريبا، ولإلهنا كل المجد للأبد. آمين.